أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول: أعوذكما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والسؤال: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه وهل لو كان الطفل في مكان آخر فإن التعويذ يصل إليه عندما أعوضه؟ نعم، التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر، وليس من لازم ذلك أن تضع يدك عليه، لأن هذا لم يرد في ما أعلم في الحديث ما تضع يدك عليه. إنما هذا ورد في الرقية، هذا ورد في الرقية أنه يضع شيء من التراب وينفث على الجرح أو على الإصابة وينفث فيه ويقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. هذا الذي ورد. نعم.